بلغنا قبل ساعة وفاته، تقبله الله من الشهداء. الوالد مقيم في نيوزيلندا منذ 25 عام، وكان من ضمن جماعة المسجد، كان نائبا لرئيس المركز الإسلامي في كرايست تشيرش. نيوزيلندا تعتبر بلد آمنة وبلد فيها سلام بدرجة كبيرة، وأعتقد أنه الحادث هذا مدبر من قبل اليمين المتطرف لخلق فتنة، خلق أجواء من الزعزعة لدى المسلمين في نيوزيلندا.